يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من آخر حكاية كنا فيها مع بعض. بس رجاء لكل متابعيني وكل مشاهدين القناة، اوعوا تنسوني باللايك، واللي ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصله كل إشعاراتنا. اللايك بتاعكم بيفرق معايا جدا وبيسعد قلبي كمان. بس قبل ما نبتدي الحكاية وكالعادة نصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويلا نتعرف على بطلة الحكاية. أنا فايزة. كنا ناس فلاحين وعلى قدنا جدا، وكان من العادات والتقاليد واللي ماشي وقتها إن البنت يا دوبك بتخلص يا إعدادي أو دبلوم وبعدها تتجوز. كنا ساعتها كلنا بنتجوز، أكبر واحدة فينا تقريبا 17 سنة. أفتكر في اليوم ده أمي ندهت لي وقالت لي: خدي يا بنتي يا فايزة عايزاكي. قلت لها: خير يا مام؟ عايزاكي تخشي كده تحطي شوية أحمر وشوية أبيض وتلبسي الجلابية الجديدة اللي أبوكي كان جايبها لك العيد اللي فات. أصل النهاردة خالتك أم سيد جاي علشان تطلب إيديكي لابنها سيد، أهو الحيلة اللي فاضل عندها، ربنا كرمك وهتتجوزي جنبنا، والناس دول إيه مبسوطين وعندهم الخير كتير، وهي انا اسمع انها كارمه مرات ولادها كلهم، ربنا يجعلك ايه تدخلي عليهم بالخير. يما بس انا مش عايزه اتجوز، انا لسه صغيره، وبعدين يعني هو انتم مستعجلين على الجواز كده ليه؟ اقفلي إيه بقك يا بت، جواز ايه اللي مش عايزه تتجوزيه؟ انت كبرتي خلاص، اللي زيك متجوزه ومعاها بدل العيل اتنين، او انت ناسيه ان انت بقى عندك 16 سنه ومخلصه الاعداديه بقالك سنتين اهو، جواز ايه اللي مش عايزه ما تتجوزيهوش؟ يلا يا اختي قومي، وبعدين قبل ما تصحيحي تلبسي الهدوم اللي عندك تعالى ما نروق الدار ونرش المطرح اللي جوه ونشوف كده نعمل لهم عصير ولا شاي ولا نعمل ايه. قال: مش عايزه اتجوز يا اختي، ده انا من سنك كده كان معايا 3 عيال على كتفي، ايه مرقعه البنات دي؟ وفعلا اتجوزت وانا عندي 16 سنه. كنت ساعتها معرفش اصلا يعني ايه جواز، بس اللي افتكره ساعتها ان سيد جوزي يوم الدخله لقيته بيقول لي: بص يا حبيبتي، علشان خاطر تعيشي معايا بما يرضي الله لازم تقولي لي طيب وحاضر على كل حاجه، واوعي في يوم تعرضيني، وزي ما هحبك وهرضيكي وهعمل لك اللي انت عايزاه كلمتي لازم تتقدر وتتسمع، وخصوصا قدام اهلي. وقبل كل الكلام ده لازم تعرفي ان امي لازم تكون تاج على راسك وتسمعي كلامها وتقولي لها طيب وحاضر، وان بيتنا هنا ما فيهوش حاجه اسمها انعزال، يعني ما فيش حاجه اسمها اقعد لوحدي والله امك قالت لي والله امك سوت لي، انا امي عاشت عليا انا والاخواتي الاربعه، وابويا ميت واحنا لسه عيال عينينا مقفله، ربتنا وكبرتنا، فمن حقها علينا ان احنا وزوجاتنا كمان نسمع كلامها. ما كنتش فاهمة هو بيقول لي ليه كده، هو ما كنتش فاهمة نص كلامه أصلا، بس اللي فاكراه كويس إن أمي ساعتها قالت لي: أي حاجة جوزك يقولك عليها تقولي له طيب وحاضر، وكمان تكوني باصة في الأرض، وفي يوم تزعلي جوزك أو تعرضيه قدام أهله، وحماتك زيها زي ما هو ده كان سلو البلد عندنا، مفيش واحدة اسمها تقول أقعد في شقتي ولا واحدة حتى ليها بيت لوحدها، كلنا بيوت عيلة. ساعتها بصيت له وانا في الارض وقلت له: حاضر يا سيد، اللي انت عايزه انا هعمله لك، شكلك شاطرة وهتريحيني يا فايزة. وعدت الليلة، هو بصراحة كان طيب معايا قوي، وعدى اول 10 ايام من جوازنا وانا وهو في اسعد حال، وكان بيعمل لي كل اللي نفسي فيه وكان بيدلعني كمان، لحد ما بعد بالظبط عدى اسبوع على جوازي وسبعت، وعدى كمان بعدها بيومين كنت نايمة أنا وهو، ولقيت باب الشقة بتاعتنا بيخبط جامد قوي، قمت من النوم وقلت: يا ساتر يا رب، مين اللي بيدق علينا الباب دلوقتي؟ ساعتها صحيت سيد وقلت له: قوم يا سيد، قوم شوف مين اللي بيخبط علينا، ده النهار لسه مطلعش الفجر لسه شكله مدن، يا رب يكون خير. اقعدي يا حبيبتي مفيش حاجة، ده اكيد امي اللي بترن عليا علشان انزل اروح شغلي، ما انت عارفه اني اجازتي خلاص خلصت. بدري كده يعني خلاص هتنزل وتسيبني الشغل؟ هتنزل وتسيبني لوحدي؟
هسيبك لوحدك ايه؟ ما انتي قاعدة في بيت عيلة يا بنتي، وقصادك شقة اخويا، وفوقك شقتين اخواتي الاتنين، وتحت امي كمان. انت عبيطة ولا احنا نفضل نتكلم ونسيب الحاجة بره؟ وصعي لي كده ما قوم افتح لها. ساعتها قام سيد علشان يفتح لامه وقال لها: صباح الفل يا حاجة، كويس انك صحتيني. قوم يا حبيبي بقى، قوم شوف اكل عيشك، بقالك 10 ايام اهو متدلع والاكل بيطلع لك لحد عندك. قوم يا حبيبي شوف اكل عيشك، يلا زي اخواتك. امال فين فايزة مراتك؟ انا هنا اهو يا حماتي. طب يا حبيبتي صباح الفل على عيونك. قومي يا حبيبتي يلا كده غيري هدومك وانزلي لي الدار تحت علشان وسط الدار ينور بيك، علشان بقى تشوفي سلايفك ويصبحوا عليكي وتعملي زيك زيهم. حاضر يا ماما الحاج. من غير ماما الحاجة يا حبيبتي، يا تقولي لي يما يا تقولي لي يا حماتي. حاضر يا حماتي، انا نازلة وراكي على طول. وساعتها دخل سيد الحمام علشان يغير هدومه وكمان يستحم، وانا بسرعة غيرت هدومي ونزلت لحماتي تحت، ولقيت سلايفي كل واحدة فيهم ماسكة شغلانة، شكل اللي بتأكل الطيور، واللي راحت الغيط مع جوزها، واللي بتنظف البيت وبتغسل المواعيد. اول ما نزلت قلت لها: انا نزلت اهو يا ماما، اموريني عايزاني اعمل ايه؟ اقعدي يا حبيبتي اسمعي الكلمتين الاول علشان بعد كده تبقي عارفة انت هتمشي على الدنيا ازاي. كل واحدة من سلايفك هنا عارفة شغلها، في واحدة مسؤولة عن الغيط والبهايم، وواحدة مسؤولة عن الغسيل وأكل الطيور، وواحدة تالتة كانت مسؤولة عن الأكل والشرب ونظافة الدار. وبإنك جيتي هتقسمي الشغل بينك وبين سعاد سلفتك، انت هيبقى عليك الاكل للدار كلها، وهي هيبقى عليها النظافة وكنيس الدار ومسحها والترويق بره كمان. كل واحدة فيكو عارفة شغلها عشان ما ترجعش تقول التانية عملت والتانية ما عملتش. ولازم تعرفي ان احنا الله هو اكبر في الدار، بقينا 9، 4 رجالة بمراتاتهم وانا. يعني الاكل هتعمليه بالمعيار اللي أقولك عليه، علشان متجيش في يوم تقولي الأكل أثر ولا تبقي عاملة زيادة وينهدر. ماشي يا حبيبتي؟ حاضر حاضر يا حماتي. يلا يا حبيبتي قدامي على المطبخ. بقيت شايفة إن حماتي مبسوطة وفرحانة علشان كل حاجة بقولها عليها حاضر. وأول ما دخلت المطبخ بدأت تعلمني الكميات وطريقة الأكل والحاجات اللي مش بيحبوها، وطبعا كنت لازم احضر الفطار بسرعة علشان الرجالة كلها هتنزل شغلها. ونسيت اقول لكم اصلا ان في الوقت ده الساعة كانت تقريبا 6 او 6 الا كمان. وجهزت الفطار بسرعة وقعدت الرجالة كلت، وبعدها احنا قعدنا كلنا، وكل واحدة فينا بدأت تشوف مصالحها، واللي كانت بتتعب من حاجة كانت ممكن تستأذن سلفتها تيجي تعملها بدلها بالتبادل. يعني بصراحة كده وبدأ وجع القلب. أنا كنت بنزل كل يوم من الساعة 6 الصبح، ما بطلعش شقتي إلا بعد العشاء بعشاء. كنا بنفطر تحت وبنتغدى تحت، الوجبة الوحيدة اللي كنا ممكن ناكلها في شقتنا هي وجبة العشاء، وبرضه كنا لازم نبقى عاملينه تحت. كل واحدة فينا بتاخد صينيتها وتطلع تاكل مع جوزها فوق، ونسيب طبعا اساسي عشان حماتي. وعدت الايام وانا متمرمطه في بيت العيله، بس الحاجه الوحيده والميزه اللي كانت موجوده ان حماتي ما كانتش بتسمح ان سلفه ممكن تيجي على سلفتها او تقل ادبها عليها، لكن اللي كانت متحكمه في القول والشورى كانت هي حماتي. كانت ست قويه وجباره، كانت راجل وست في نفس الوقت. لحد ما في يوم باب الدار الكبير خبط، رحت ساعتها علشان افتح ولقيت جواب جاي له. ولما دخلت الجواب ساعتها لحماتي علشان تعرف ان الجواب ده جاي لجوزي، قالت لي: افتحيه يا حبيبتي وشوفيه بتاع ايه، ولا استني الاول اطلعي نادي لجوزك من فوق علشان يعرف ان في جواب جاي. ساعتها ناديت لسيد ونزل جري، واول ما فتح الجواب زعل كده وقال لها: ده الجيش يما مستدعيني علشان اروح، انت عارفة ان انا لازم اقضي السنتين بتوع الجيش.
ساعتها أنا زعلت أوي، وهو الحاجة بصراحة الوحيدة اللي كانت الحلوة في اليوم بتاعي. ما كنتش بستحمل كام ساعة شغل بالنهار يبعدهم عني، هيجي دلوقتي يسافر بالشهور. لكن حماتي ساعتها قالت له: الجيش للرجالة يا ولا، ما اخواتك كلهم دخلوا الجيش، قوم تعالى ورايا الأوضة علشان عايزاك. وخدته ساعتها أوضتها ودخلوا جوه، وأنا كنت قاعدة سرحانة وزعلانة إنه هو هيسافر ويسيبني. بعدها معرفش بقد إيه لقيته خرج من عند أمه وقال لي: مالك يا فايزة، مساهمة لي كده؟ زعلانة علشان هتمشي وتسيبني يا سيد. لا يا حبيبتي ما تقلقيش، يلا اطلعي ورايا علشان عايزك. وطلعنا فوق الشقة ولقيته بدأ يديني في لستة أوامر، ولقيته بيقول لي: بص يا حبيبتي، طول ما أنا مش موجود في البيت مفيش طلوع من الدار، وممنوع تروحي عند أهلك، وأمي هنا مكان يا فايزة، اوعي في يوم تقولي لها لأ. حاضر، اللي انت عايزه انا هعمله، انت عارف ان انا بحبك ومقدرش ازعلك. وانا بحبك علشان بتسمعي الكلام يا عين سيد من جوه. المهم يا حبيبتي ما تقلقيش عليا، انا في الاول بس هقعد 40 يوم، وبعد كده ان شاء الله الاجازات هتبقى على طول. خلي بالك من نفسك علشان انا هسافر بكره الفجر ان شاء الله. في الليله دي ما نزلتش تاني عند حماتي، وفضلت قاعده مع سيد بشبع منه وبجهز له الشنطه بتاعته. وبعد ما سافر الفجر قعدت اعيط، وعيني غصب عني راحت في النوم. صحيت فجأة بصيت في الساعة لقيتها يا لهوي الساعة 9، قلت ده حماتي هتنكد عليا، ده المفروض كنت انزل بعد سيد ما يسافر على طول. نزلت ساعتها ولقيتها عينها بتطق شرار وبتقول لي: ناموسية الكحل يا حبيبتي، بصي في ايدك الساعة بقت كام، ده الظهر قرب يدنا، ولا انت خلاص قلتي جوزي مشي بقى هنزل اخدم في الدار ليه؟ والله يا حماتي غصب عني عيني غفلت مني غصب عني بعد هو ما مشي. وغفلت ليه يا حيلتها، ده انتي لا عيل ولا تايل. معلش يا ماما. وطبعا حماتي طول ما جوزي مش هنا كانت بتحرق دمي بالكلام، وطبعا كانت منعاني اروح عند دار ابويا، والشغل اللي كنت بعمله بقت تخليني اعمل منه الطاق 2، وكمان كانت بتخليني اشيل في شغل سلايفي. وكل ما اقول لها: هو انا هروح الغيط ليه، هو انا مش علي عمايل الاكل؟ سلفتك بطنها مليانه، خفي معاها الشغل، بكره لما تحملي يا اختي ان شاء الله هيشيلوا معاك. امشي يلا روح الغيط عشان في درس قمح النهارده. لقيتها معاملتها معايا بقت وحشه، والشغل هد حيلي. والله العظيم كنت بصحى كل يوم من الساعة 6، ما نامش الا في نص الليل، وما كنتش بعرف اكل ولا اشرب زيهم. ما انا قاعده لوحدي معاهم، كل واحده قاعده مع جوزها وعيالها، لكن انا كنت حاسه ان انا مقطوع، وكنت بستنى الايام تعدي علشان سيد يرجع من الجيش. وهو كان بيطيب بخاطري وكان بيعاملني كويس الكام يوم. وعدت الايام لحد ما في مره كان سيد نزل من اجازته وبيقول لي: مالك كده وشك اصفر وخسه ودهبانه؟ معلش شغل البيت تقيل علي. هو ايه يا اختي اللي كل ما اكلمك تقولي لي شغل البيت شغل البيت؟ هو انت مش شايفه الحريم حواليكي عامله ازاي؟ بصي لسلايفك، كل واحده فيها قد الجاموسه ووشها بدر منور. هو انت يعني بتعملي شغل وهم مرتاحين، ولا هم زياده عنك ايد ولا رجل؟ لا بقول لك ايه، انا بحب مراتي كده تبقى مفرفشه وحلو، ده انت عصحصتي خالص وبقيتي جلد على العظم، لا اتخاني كده وخليكي حلوة علشان أحب. كان أول مرة سيد يكلمني بالنبرة دي، وكنت مستغرباه، بس كنت حاسة إن هو في حاجة غريبة. وعدت الأيام، وهو كان كل أجازة ينزل لازم ينغص علي عشتي. وبعد 2 سنين خلص سيد الجيش بتاعه، وبدأت ساعتها الأيام ترجع زي ما هي والوضع على ما هو عليه. بس أنا ساعتها كنت خلفت وكان معايا بنت زي القمر. لكن بعدها بفترة معرفش كم شهر، سيلفي اللي هو أكبر من سيد على طول اللي اسمه سامح كان عمل حادثة ومات فيها، ودي كانت أول مرة الدار يدخل عليها الحزن والغم. كان ساعتها سامح متجوز سلفتي مريم، كان مخلف منها ولد وبنت، هي ما كانتش أكبر مني بكتير،
تقريبا أكبر مني بسنة أو باتنين، وسامح برضو كان أكبر من جوزي يا دوبك بسنة واحدة. الله يرحمه، بعد ما مات البيت كله زعل عليه، لكن من بعدها بأيام بدأت أحس إن حماتي اتغيرت معايا، وبدأت دايما تتخانق معايا وتقلب عليا سيد جوزي، وما كنتش ببقى فاهمة إيه التفسير. الأغرب بقى إن كل شوية حماتي تنده لجوزي وتقوله خد يا ولد تعالى روح مع مرات أخوك، أصلها راح تكشف على العيال، تعالى وصلها أصلها راح ضربوه، تعالى روح معاها المشوار الفلاني. ومش كده وبس، سلفتي مريم بقى كانت متدلعة شوية ومرقة في نفسها، تقعد تلبس لي جلاليب بنص كم في وسط الدار وتحط أحمر واخضر، حتى لو لابسة حاجة سود على جوزها كنت بحس إنها ضيقة عليها. وبدأت تتكلم مع جوزي كلام خارج الحدود، وكنت بلاحظ ده، ولما جيت بقوله يا سيد هو في ايه؟ هو انت بتقعد تهزر انت ومريم وتتكلم معاها كده ليه؟ وكتير بتروح توصلها في مشاوير، حافظ يعني على شعوري؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ده مرات اخويا الله يرحمه ومعهاش راجل دلوقتي، فلازم يعني اخلي بالي منها. وبعدين انت مالك؟ انت خليكي في نفسك وعي بالكلام اللي بتقوليه ده. طب وش معنى انت اللي تخلي بالك منها؟ ما في اتنين اخواتك اكبر منها هما اللي يخلوا بالهم. لا يا حبيبتي، الكبير كبير ومالوش في الكلام الفاضي ده، واخويا اللي اكبر من سامح انت عارفة ان هو مسافر وما بيقعدش هنا يومين على بعض، يعني ما فيش في الدار غيري وغير اخويا مصطفى الكبير، ومصطفى كل يوم في شغلان ومش فاضي لحوار النسوان ده. طبعا مرضتش اتكلم معاه تاني علشان ما يزعقليش ويعمل معايا مشكلة، لكن كنت بشوف في عين حماتي دايما ان هي عايزة تقرب سيد جوزي لمريم سلفتي، كنت فاهمة ان هي تقريبا عايزة اتجوزهم، لكن انا كنت كل شوية اعمل مشكلة واعرفهم ان انا استحالة وافق على الوضع ده. هما ما استجروش اصلا يتكلموا قدامي، لان ساعتها حمايا كان سايب ورث كبير قوي الله يرحمه، وكان عليه مشاكل كتير في الفترة ديك. مصطفى سلف الكبير قادر يرجع الورث ده، وطبعا كان ورث كبير قوي قوي قوي. حماتي ساعتها انشغلت بالموضوع وقالت بصوا يا ولاد، احنا بقالنا سنين مستنيين الورث ده، وبما ان ربنا كرمنا والورث جه، ودي كانت وصية ابوك، كل واحد فيكو ياخد نصيبه ويروح يشتري له بيت من بابه يبقى بتاعه هو، يا يشتري حتة ارض ويبنيه. أما مريم بقى هي هتقعد معايا في البيت ده، أصل أنا هكتبه باسمها ورث جوزها وأنا هبقى عايشة معاه. سمعتوني يا ولاد؟ وفعلا ساعتها أنا فرحت قوي إن أخيرا خلاص هخرج بره البيت العيلة وهيبقى لي بيت لوحدي. ساعتها كنت متجوزة بقالي تقريبا 5 سنين، وكان معايا ولد وبنت، واتنقلنا بيت تاني، لكن حماتي ساعتها كانت حاكمة علي أنا وسلايفي إن كل واحدة فينا تروح لها يومين، وطبعا مريم كده كده قاعدة معاها، كنا بنخدمها 6 أيام في الأسبوع، واليوم اللي فاضل كانت مريم هي اللي بتخدمها وبتقول ما ينفعش نيجي عليها أصل جوزها مش معاها. لحد ما بدأ سايق جوزي يشتغل في الأسطوانة بتاعته اللي كان اشتغل فيها، ويقول لي بقولك إيه، أنت شكلك مش عاجبني، بقيتي مهملة في نفسك، بصي يا اختي للنسوان، ده سلفتك اللي جوزها ميت ما بتخليش على جهدها جهد، ونضيفة قشطة، والنسوان في الشارع حلوة ومدملكة، إلا انتي بومة، اهتمي بنفسك شوية علشان مقلبش عليكي، أنا زهقت من العيشة دي. ساعتها اتأكدت إن سيد جوزي بدأ يبص بره، وإن أنا فعلا مش مالي يعني. ولو قعدت احلف لكم ان انا عمري ما كنتش مهتمية بنفسي، ولا عمري كنت وحشة ولا مش نظيفة، يمكن انا حبيتي صحيح قليلة شوية، بس هو ده طبيعة جسمي، مش اهمال مني ولا حاجة، بس هو الراجل كده، اول ما عينه ما بتشوف واحدة غير مراته، مراته مهما تكون حلوة برضو ما بتملاش عينيه. بدأت في الوقت ده والاول مرة اراقب سيد واتقص عليه واعرف اخباره اللي كنت غايبة عنها أو عاملة نفسي مش عايزة أعرفها، مروحه عند حماتي في البيت بتاعها كل يوم، والسهر بره الوش الفجر،
وساعات كان يتحجج إن هو اتأخر عند أمه في هيبات هناك، ومحدش في البيت غير حماتي ومريم سلفتي. أما بقى جوزي كنت حاسة إنه خلاص كده كده في نيته يتجوز عليا، بس مين مش متأكدة، ما كنتش عارف فعلا هو في نيته يتجوز مريم ولا واحدة تانية، لحد ما بدأت أراقب تليفونه وأبص فيه، وساعتها اتأكدت والأول مرة إنه هو فعلا عايز يتجوز مريم من الرسايل اللي بينهم وكمان المحادثات والمكالمات الكتير. واستنيته أول ما جه من بره وواجهته بكل حاجة، لأنه في اليوم ده كان ناسي تليفونه. لقيته بيقول لي: طب كويس إنك عرفتي، بصراحة أنا هتجوزها، أنا مش عشان بحبها ولا عايزها ولا عيني فارغة على النسوان، أصل أمي قالت لي إن هي صغيرة ومصيرها يعني تتجوز، فأنا أولى بولاد أخويا، أصل هي خايفة حد تاني يجي يتجوزها ويضحك عليها وياخد البيت والحاجات دي يعني، فقالت إن أنا أتجوزها لحد العيال ما تكبر والعيال تعرف ورثها واللي ليها، وبعد كده لو عايزة أطلقها أطلقها. يا سلام، يعني سابت مصطفى وسابت أخوك التاني ومسكت فيك أنت يا سيد، وبعدين هو مين اللي هيقدر يجي على ورث ولاد أخوك؟ ما لبيت أمك كانت ناصحة وما رضيتش تكتبه باسمها وكتبته باسم العيال، وبعدين حتى هي ما رضيتش تديها فلوس نقدي في إيدها، وقالت إن البيت اللي خدته أكبر من ميراثها كمان بشوية. أهو اللي حصل بقى. طب أنا هقول لك على حاجة، انا عارفه ان انت كده كده هتتجوزها، وانا مش هقولك لا، وموافقه يا سيد. بجد بجد يا فايزه انت موافقه؟ يعني مش هتعملي بوليكه ودوشه وقرف؟ لا يا حبيبي، روح اتجوز وانبسط، ما ولاد اخوك يتامى وانت اولى بيهم صحيح، بس عايزه اقولك على حاجه، ودي نصيحه من ام ولادك، انت عارف ان محدش هيحبك قدي ولا هيخاف على مصلحتك زيي. ما انا نسيت اقول لكم ان جوزي وداني قوي، والكلمه اللي بتتزني بيها على الودان امر من السحر، وهو كان من النوع اللي بيحب يسمع، وعرفت ده من ايام ما كانت امه بتاخده الاوضه تحفظه الكلمتين ويخرج يقولهم لي. قلت له: مريم انت عارف ان اهلها على قد حالهم، وطول عمرها بصل اللي اعلى منها، وهي ممكن تكون باصه للقرشين اللي معاك والبيت اللي مكتوب باسمك، وانها متغاظه ان البيت مكتوب باسم العيال، وان هي مش هتعرف تتصرف في البيت، فانت روح قول لها ان انا البيت كاتبه باسم ولادي ولا باسم مراتي، عقد سوري يا حبيبي، تقول لها بس كده وشوفها هيبقى فعلا بتحبك وعايزه تتجوزك لشخصك ولا طمعانه في البيت. إيه طب وانا هضحك عليها؟ ما ممكن تقولي وريني العقد. يا حبيبي ما احنا هنكتب عقد سوري انا وانت، وابقى قطعه بعدين، وانا هعمل ايه يعني بالبيت ولا بالفلوس؟ احنا هنعمل كده علشان نعرف ميتها، وان كانت كويسة نعيش مع بعضين، انا عندها يوم وهي تيجي هنا يوم، وحماتي تتنقل من البيت ده للبيت ده وتعيش مرتاح، انا خايفة عليك والله، علشان بقى ما تعيش في زن الضراير والمشاكل والكلام ده. ما كانش مقتنع في الأول، لكن زنت على دماغه بدل المرة 100، لحد ما فعلا عمل ده وكتب البيت باسمي، واتحججت له إن العيال لسه صغيرين وما ينفعش يتكتب حاجة باسمهم، اكتبه باسمي وبعد كده أبقى أقطع العقد. حتى أقنعته إن هو كل الفلوس اللي حلته بفلوس الأرض اللي كانت عنده وباعها إن هو يحطها في دفتر في البوسطة، وما رضيتش اخليه يحطها في البنك عشان ما يروحش يحطها هو، قلت له: حطها لا باسمي ولا باسمك، حطها باسم العيال الصغيرين وابقى واصي عليهم. ويوم ما جمع الفلوس كلها بتاعته، طبعا بعد ما وضب خلاص للجوازة واعترف ان هي بتحبه لشخصه ومش فارق معاها ان البيت يتكتب باسم العيال ولا لا، بس انا كنت عارفة مريم سلفتي مش سالكة، واللي تاخد راجل من على مراته تبقى واحدة مش تمام. في اليوم ده قال لي ان هو هيروح يحط الفلوس في البوسطه وبعدها هيطلع على المأذون يربط معاه علشان كاتب الكتاب. قلت له: روح يا حبيبي انت شوف اللي وراك، ووضب حالك وروح للحلاق وشوف المأذون، وانا هاخد الفلوس اروح احطها في البوسطه واجيب لك الدفتر جاهز، ما انت عارف ان انا بنت خالي شغاله هناك، وبدل ما تلطعك ساعه ولا اتنين هتمشيني انا اوام اوام. وفعلا رحت البوسطه وحطيت الفلوس،
حطيتها أي نعم باسم ولادي، لكن أنا اللي كنت وصي عليهم، يعني بمعنى أصح هو ما يقدرش يسحب جنيه من الدفتر ده إلا بأمري أو أنا اللي أروح أخده. وفعلا هو اتلهى في الفرح وفي الجواز، وطبعا راح قعد معاها في بيت حماتي اللي هو بتاع ولادها يعني، وتقريبا قعد هناك حوالي أسبوعين من غير ما أشوف وشه. ولما رجع البيت علشان يطمن عليا أنا والعيال بيقول لي: معلش بقى يا حبيبتي، كنت قاعد هناك كام يوم كده اتأخرت عليكم. لا يا حبيبي ولا يهمك، هو انت صحيح حطيتي الفلوس في البوسطة؟ اه طبعا حطيته في البوسطة وخليتك الوصي عليهم، هخش اجيبهولك من جوه بس مش فاكرة العيال الحزانة حطوه فين. المهم بس بقولي انت عامل ايه مع العروسة؟ مريم كويسة معاك؟ اه والله ده بنت حلال. بس بقولك ايه، هي شادة اليومين دول مع امي هناك، مش عارف ايه السبب يعني. ما تخلي امي تيجي تقعد معاكي هنا. طبعا عرفت ساعتها ان مريم بدأت توري وشها التاني لحماتي، لانها اصلا طول عمرها كانت بتتكلم عليها وحش وانها مش طايقاها. وعرفت ساعتها من سيد ان حصل خناقة كبيرة بين مريم وبين حماتي، لكن تفاصيلها ما عرفتهاش منه، عرفتها من واحدة من الجيران لما قالت لي ان هي سمعت مريم بتقول لها: بقولك ايه يا حماتي، روحي بقى اقعدي عند مرات سيد شوي، اصل انت مش هتقعدي على قلبي العمر كله، منه بقى هو راجل البيت هنا وراجل البيت هناك، يبقى انت تقعدي شوية هنا وشوية هناك. وحماتي كانت اول مرة تسمع لحد يكلمها كده. اي نعم هي ندمت ان هي جوزت مريم لسيد، لكن انا كنت حالفة لاخد حقي، يعني بعد ما مرمطت بيت العيلة والشغل فيه والعيشة مع جوزي على الحلوة والمرة، يجي دلوقتي يتجوز عليا وعايز ياخد فلوسي وفلوس ولادي يوديها لمراته التانية اللي هي اصلا واخدة حقها تالت ومتلت؟ لا يا حبيبي، امك تيجي فين؟ انت حلو قوي ان انا سامحالك ان انت تيجي هنا وتطمن على ولادك، امك ملهاش مجي هنا، امك بيتها هناك مش هنا. انت بتقولي ايه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ده بيتي يا ماما. اه ما انا نسيت اقولك يا حبيبي ان انت كاتب عقد وان البيت باسمي. لا يا حبيبتي، هاتي العقد ده اما اقطعه. كان فيه وخلص، العقد ده انا وديته لابويا وابويا وداه للعمده، وانت كاتبه وانت صاحي وعاقل وفي كامل قواك العقليه. انت ما تتامنش يا سيد، زي ما رمتني ورميت ولادك ورحت تتجوز واحده تانية، ومع اول مره رحت تقعد معاها سبتنا 20 يوم ما تسالش فينا، يبقى انت ما تؤتمنش. وفلوسي راحت فين؟ فلوسك انا ما اخدتهاش، فلوسك انا كتبتها باسم ولادك علشان بعد عمر طويل لك برضو انا عارفة ان انت مش هتسأل فيهم وهتروح تصرف على ولاد اخوك وولادي كأنهم مجوش، فالفلوس اتكتبت باسم العيال واللي عندك اعمله. ساعتها طبعا مد ايده علي، بس ده كان اقصى ما هيعرف يعمله، ورجع ساعتها وحكى لامه على كل حاجة. ساعتها طبعا مريم لما عرفت قلبت الدنيا عليهم وطردت حماتي بره البيت وقالت لها: ده بيتي وبيت ولادي، هو انت جايبه لي ابنك يقعد معايا في البيت علشان اصرف عليه انت وهو؟ يعني مراته خدت بيته وخدت فلوسه، مجوزهولي ليه؟ يلا اطلعوا بره. وساعتها حماتي خرجت من البيت هي وسيد وقفاهم يغمر عيش. وساعتها مريم طلبت من جوزي ان هو يطلقها بعد اقل من شهر جواز، وساعتها الكل اتاكد ان هي كانت متجوزاه علشان يبقى مجرد واحد بيصرف عليها وعلى الولاد. لكن لما عرفت فعلا ان كل حاجة اتكتبت باسمي وان الفلوس اتكتبت باسم العيال، بانت وشها الحقيقي. طبعا بعد المشكلة دي سيد وحماتي ما قدروش يجوا عندي، راحوا عند مصطفى اخوه الكبير وحكوا له اللي حصل. طبعا هو كان مغلطهم من الاول، ما كانش راضي على الوضع. حماتي استقرت معاه، وجي سيد بعدها يترجاني هو وناس علشان اسامحه واخليه يقعد في البيت وارجع له حقه. في وسط قعدة الرجالة وقلت لهم ده اتمرمطت في بيت العيلة وسمعت كلام الكبير والصغير، وفي أول مرة وفي أول محطة بعني وراح اتجوز علي. أنا ما أخدتش منه حاجة، البيت ومكتوب باسمي وده حقي، زي ما التانية كده كتب البيت باسم عيالها، أنا مش هروح أتجوز واحد تاني وأدخله على ولادي، البيت هيفضل مكتوب باسمي وبعد عمر طويل هيبقى لولادي، وفلوسه برضه لولادي، عايز يجي يعيش معانا ويصرف على ولاده كان بها، مش عايز يبقى يروح يشوف بيت يقعد فيه وبعيد عني. ساعتها طبعا الموضوع ما كانش عاجبه، لكن بسبب مرمطته من عند اخوه ده لاخوه ده
راضي بالأمر الواقع ورجع عاش معايا، لكن كانت كل حاجة بأمري وبشرطي، وكان الفلوس اللي بيشتغل بيها بيجي يحطها كلها في البيت، وده كان أقل حاجة أعمله معاه علشان أمشيه على عجين ما يلخبطهوش. ومن يومها وسيد جوزي زي الخاتم في صباعي، ومن إيدي دي لإيدي دي. يمكن اتعرف عليا في البلد ساعتها إن قوية ومفترية، وعرفت ساعتها أكسر نفس جوزي وخليه يمشي تحت طوعي، لكن أنا مش شايفة غير إن أنا عملت غير الحق الطبيعي ليا، وإن عرفت أخد حقي من جوزي اللي كانت عينه زغي، ومن حماتي اللي ما قدرتش تعبي معاها، ومن سلفتي اللي كانت طمعانة في حقي وفي حق ولادي. وبعدها بكم سنة الكل عرف مريم كانت على إيه، اللي كانت كل يوم والتاني تتجوز راجل شكل علشان بس يصرف عليها وعلى أولادها. لكن أنا جوزي بصراحة انعدل وبقى يسمع كلامي، لكن مع ذلك ما كنتش عارفة انساله اللي حصل، وكانت معاملتي مع أميري. وهي دي حكايتي لحد ما ولادي كبروا دلوقتي وبقوا في الكلية، وكل ما افتكر الأيام دي أزعل، بس ما كنتش ببقى عارفة أنا كنت صح في اللي عملته ولا كنت غلط وفعلا قوية ومفترية. جيت أحكي لكم الحكاية النهاردة أسمع رأيكم فيها، وياريت تكون الحكاية عجبتكم وتكون نالت إعجابكم. وفي النهاية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.